استاذ ماهر اخوان عقيد عديد دار مركز القصر عقيد الاسر دار القصر سيد جلال مهندس البلد مدير البلديه السلام عليكم رئيس منظمه الاستخبارات استاذ خالد من الاعلام السلام عليكم اخوي. السلام عليكم. والله الحمد لله. ايش قد نسبة الانجاز مالك؟ ايش قد نسبة الانجاز مال البيوت المحولة عليك؟ الحمد لله 100%. ما شاء الله جيد. خلصنا يعني اليوم الزيارة الثانية كلها تكمليها هذول قسم على باكر. الحمد لله. تعال عمو. سجلتوا اسماءكم ولا ما سجلتوها؟ يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يحفظكم الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا استاذ. حياكم الله. يلا مرحبا. بس تاكلون سوى لو كل واحد بحاله؟ لا هسه هو وياك. تاكلون سوى يعني عائله. عبد السالم عبد السيد. انا بالمركز معك. اي مشكله؟ باديه باديه مفتوح شوي. لكم سياره كيف ترى؟ مقاطعات حيل بعيده وبتعنف الباكر يجلد الصبح باكر الصبح يجلد الوحده الاداريه بس خلت اتاكد من الباحثين احتمال اليوم ما تطول الزياره الثانيه خليت اعطيني خبر على مدار الصبح اللي عندي